القليل الذي وصل إلينا ينقل لنا هذه الصور كصورة صواب رجلاه تتحركان في ساحة المعركة من دون القسم الأعلى من بدنه. القسم الأعلى من الرأس طار وبقي اللسان والفك يتحرك. الضربة الثانية ماذا فعل؟ ثم عمد إلى رئيس القوم فضربه ضربة على أم رأسه فبقي على فك واحد ولسان، وكأنه بطريقة هندسية، وإلا كيف يمكن أن تتم هذه العملية؟ ثم عمد إلى صاحب الراية العظمى، الراية الكبيرة، هذا القائد صاحب الراية، ثم عمد إلى صاحب الراية العظمى فضربه ضربة على جمجمته ففلقها، ومر السيف يهوي في جسده فبراه ودابته بنصفين. يعني قسم هذا الفارس مع الفرس نصفين. ولما أن نظر القوم إلى ذلك انجفلوا من بين يده، فروا من المعركة. وهذا الذي تقوله الزيارة هنا: حتى ردهم الله تعالى عنكما خائفين ونصر بك الخاذلين. هؤلاء الذين فروا بدأوا يرجعون شيئا فشيئا. ولما أن نظر القوم، الإمام قام بهذه الحركات ليس مضطرا من دون تخطيط، هو يخطط لهذا الأمر، يريد أن يريهم أشياء حتى ترعبهم، حتى يفروا من ساحة المعركة. ولما أن نظر القوم إلى ذلك انجفلوا من بين يديه، فجعل يمسحهم بسيفه مسحا. يمسحهم يعني بهدوء يأخذهم، فجعل يمسحهم بسيفه مسحا حتى تركهم جراثيم جمودا على تلعة من الأرض. هذه منطقة جبل أحد منطقة جبلية، على تلعة، على مرتفع، على مناطق صخرية، لكن الوصف دقيق: حتى تركهم جراثيم. تركهم جراثيم يعني ما كانوا نياما على الأرض. واحد مقطوع نصفين بالطول، آخر مقطوع عرضا، الثالث طار رأسه وبقيت جثته، يعني قطعهم بأشكال مختلفة. فالبعض منهم جالس، البعض منهم واقف، البعض منهم وقع على وجهه. هذا المراد جراثيم، لم يكونوا بشكل واحد. حتى تركهم جراثيم جمودا على تلعة من الأرض، يتمرغون في حسرات المنايا، يتجرعون كؤوس الموت قد اختطف أرواحهم بسيفه. هم فروا على الجبل، ماذا يقول أبو بكر؟ ونحن نتوقع منه أكثر من ذلك. نحن نتوقع منه أكثر من ذلك، فعلى هونك يا عمر. ونحن نتوقع منه أكثر من ذلك، يعني في أحد والآن. وماذا يقول أبو بكر؟ ولم نكن نضبط من أنفسنا من مخافته. الإنسان الذي لا يضبط نفسه معروف ماذا يصدر منه على أي حال. ولم نكن نضبط من أنفسنا من مخافته، يعني ما رأيناه نحن أيضا سبب لنا الخوف، بحيث ما كنا نضبط أنفسنا. يعني كان يصدر منهم الذي يصدر من الإنسان الذي لا يستطيع أن يضبط نفسه.